المنكر وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام، فنعم الله عليكم كثيرا لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها على الدوام. خلق السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد لا شريك له المنفرد بالوحدانية أزلا وأبدا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق وصفوة البرية، الذي ختم الله به دائرة المرسلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى. تبارك الله عظم هذا الشهر المحرم في الجاهلية والإسلام، فهو أول سنة العربية من كل عام بعد الهجرة النبوية على الدوام. فيه خلق الله العرش واللوح والقلم، وفيه يوم عاشوراء الذي هو من أفضل الأيام. أمة الإسلام باتي تنا باتي خبجانا باتي خبجمتنا إسلمنا في جاهلية خيستيس أمتا بكي أمة الإسلام الدنيا تنا إرالكا وتو. شهر الله المحرم أولا إيجالا باتي إسلامات ربي نسي خبجت جرا إسي خيس ويا عشورات جرا الذي هو من أفضل الأيام الرجالت ويا إسين كتات، وأكرم فيه عشرة من الأنبياء والرسل الكرام بعشر كرامات، كما جاء في الحديث الشريف عن خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعاقب الليل والنهار. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يا عباد الله. أمة الإسلام ها حسابنا مالك يسد ديم جرا مال دلغا جرا لبوتين ها حسابنا وصنق يا حسابا نتنبثنين درت. يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا الجاء ويا كبني جولن سفير نسنيف جنة. حاسبوا أنفسكم لبوتين ها حسابنا بديو جيران نهار ربطانو غاريو جيران نهار ردوامنو. وعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. غاري دلقا أمة الإسلام ربي إني بخواني سندلي تنتخيش دوبا. واتقوا الله ربي صدار دافا في تقواه صلاح الدنيا والآخرة. صدار ربي خيسة ملكين جرو دنيا آخرة صدار ربي خيسة جرو. وكونوا تها من الذين اتقوا والذين هم محسنون. ور ربي صدات الراتها ور غاري دلغتها ور ربتو دلغو انتهينا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. غاري رتلتو رولي غرغارا صدا ربي رتي ولي غرغارا دلي رتي تلا ثم رتي ولي في غرغارنا. واتقوا الله ربي خيسا صدادا ان الله شديد العقاب. إتاني ربي جبار أمة الإسلام نمغ بدي دلقيف ينني ربي نهور رمغاري دلقيفيس. فيا سعادة من خاف الله في سره وعلى نيتي. وإن ملكين ما ربي ألتي صداتي در باسي در ماس لويسا في در باسوس. خربي ألتي صداتي ملكيسا. ويا شقاوة وحسرة من عسى الله فيه ورسوله ويهم بو خسارة نما ربي أوتي قالي ساديتي قالي إرجما ساديتي خسارة سا. فاتقوا الله يا عباد الله ما استطعتم. يا أمة الإسلام قد أنديسنك رب مخالق سدادا. واسمعوا لقا واطيعوا قالي ربي إرجما ساغرا. وأنفقوا خن الله وأنكن الله سنين جاي ربي خيرا لأنفسكم لبومتي سنين في سنين جار مسجد ربي جاروف كن الله مسكينا فخنا مدرسة فكنا
دين جنا رابطا علماء وقباطا أمة الإسلام ومن يوقشح نفسي فأولئك هم المفلحون نمني دوينما لبوسا دي سملكاوي دوينما حديثة وارب خلني جهن كن ملكاوي خن وأقيم الصلاة صلاة شرن دابا أمة الإسلام في أوقاتها وقت سيت الصلاة حافظوا على أوامر الله ونواهي كيف الدعوة ربي نتنو أجلها كيف النها دلي وان إرانا نورك هرنا نورك منو ولا تتعدوا حدود الله وسن ربي تركم فتنا فتقعوا في العذاب الأليم عذابنا ليس هما خيست تركم تنبونه كاسا إن بطش ربك لشديد قبل ربي جبا إنه هو يبتئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد قوموا بما أوجب الله بما أمركم الله من فعل الطاعات خارب الدوار بيتسن أجل ويتنا بالمنهيات ورب الرئيس نوركنا نورك مع أمة الإسلام فإن المعاصي تنظم الرحمن وتذهب الأرزاق بدي دلبون دلي دلبون رب دلنسيف رزقي سرى دم ستي أمة الإسلام وتضر بالأبدان قام خيط مي قام خيط درن فرشون بون زنا بون نمر فرشون بوها زنا بون نور فول سات الراهن جر عمر إنساني قبابت يا نما فرشون بوها زنا جر ربي خيص دار نمر ننن أركو جدت زنا فرشت هندامين نمر سيسن أركات وجر نما هدو واحد في بچاجر يا أمة الإسلام ربي خيص دار دار يا أيها الذين آمنوا يا الرحمن والسلام توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة كل توبة بشومي يا أمة الإسلام توبة كل تندب جير رامرد شين ويتدري درد توبة كل توبة دافر شر رزنا رسالة نيسر رايز توبة دسالة سديبيا عسى ربكم ربي دبا يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوقف الصلاة ربي وقت ساتر الصلاة كرب نبي الصلاة جد فرش الرافقان زنا الرافقان نبول الدين الرافقان دليوني ولما يتن يمر الداخل جل يخند المتاد خران بك نبي محمد سالج مدين قبلي أكن في ربي مدين قبيتين بالدراء سدور كنار قالوا قافتني بالدياتا يكا بالله جاتي من أماكم خنافو أما سمنيش ولما ينسلاما مدين قبضي بالدراء تعالي جاجد قالي ساني تنها بباني قال لأمة الإسلام قرآن ربي حديث نبي محمد التنو أججل جنتك الله لسن جل ليني آو ربي ننك أججو يودني نيف صلاة صلاة سومن زكاة بافن يحجي بوني فرشو زنا رافقان نمول الدين يوخني فنطاك جنتك الله لسن جل ليني آو ربي ننك ولا تتبعوا خطوات الشيطان قر شيطانا هندامنا فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وأنا توجب بمتدنا ما جاء شيطاني ويسدكم عن الطاعات آل ربي قلوا الراسلون إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جمع تساوى النيامة وقبل بلد الدواء الجنسي النوف إن الشيطان لكم عدو مبين شيطان مثل لا تدر به أمة الإسلام ربين هم الجراء يو شيطان قالي ساقطوا بان تنجو من غضب الله وعذابه نغيبان دلسوا ربي كتاب ربي الله والله بما تعملون عليم وان سندلي الدنوان متدري نهد ربي اللي بيخدلة نفضل توفتا ألم تسمعوا يا عباد الله قول ربنا الذي لم يذل سميعا بصيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الكريم يا ربي نوف قد يا أمة الإسلام أكبر فمنوف ويا نوفي الكنيت سينا إرد أكبر متقود دين ماسيس لمن أراد أن يذكر لمن أكبر فمبرباد أو أراد شكورا فجددوا عباد الله في هذا العام عملا صالحا أما تأمى إيقل بحر غيش الغاري هذا لينو جديدا هاريا وأنا أما أندرن دلقين غاري هذا لينو نحن في هذا الأيام على تمام العام وياتك كلامها في أمة الإسلام ومن نقوت مراف وبما كان فيه من عمل صالح وآثام
قالتها دغنوا دليل رهاب قانوا قد جفت الصحف ورفعت الأقلام تعمت دبرين ورقان كتبان تفيد بقلم لأمة الإسلام والملائكة الكرام هم الكتاب ملائكة ربي خبيمتم كتبت والشهداء على الأنام والشهود على الأنام المنى مارت رقابه افتيس أمة الإسلام عباد الله وأكثروا من البر قاري تلقى أمة الإسلام خنخيست فإنه فضل في الجاهلية والإسلام قياس سيلي ساخر ني ساخر أكدار اتذاك أمة الإسلام وأكرم الله في رسله ربي أرقى سانحة بجاس كيسا لهم لقيا في رحمة ربتي ربي رد هاجرة وسام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة نسوم نبي عشورانا وأكد سومه على الأنام لجبيس المنى مارت فصامه مع التاسع شكرا لله ربي فضل تغجون أفسي ليسا وجين قرنيسا في سليسا يجر أمة الإسلام نما ربي فضل تغج ربي فضل المغجاف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سام يوم عاشوراء وأمر بصيامه ويا عاشوراء صومنا يتجي صومنا متفق عليه وفي رواية أن رسول الله سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية دلي أما تدبرت رب سيف أرارم وفي رواية قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا صومن التاسعة رواه مسلم سيليسا ستين تدين أما تدفق يجي جاجة رسول العالم أمة الإسلام عباد الله يا قبر التربي فتزودوا من الدنيا للآخرة آخرة فاقبوين أمة الإسلام أطيب ذات سنكي قاري واستعدوا للقاء الله أحسن استعداد ربي ألته قلنا مولاف قبي وهاقبوين أكان وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ينعمكم عليكم بالجود عباد الله توبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حكم بالفناء على هذه الدار وأخبر أن الآخرة هي دار القرار وهدم بالموت مجيد الأعمار أحمده على نعمه الغدار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حذر من الركون إلى هذه الدار وأمر بالاستعداد لدار القرار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقب الليل والنهار أما بعد أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله تعالى لما أنما ربي صدادا واشكروا في دنياكم وفكروا في دنياكم دنيا تيسن تنميها قلقل اللالا وسرعة زوالها جرجرت ديمو سيدا قلقل اللالا واستعدوا للآخرة وأهوالها آخرة في قباوها لآخرات في قبرنا كل شهر يستهله الإنسان فإنه يدنيه من أجله ويقربه من آخرته باتين هندي هكادرت إن قد جمع صلاة أمة الإسلام مهالام باتين هندي هكادرت فقدرت تات المناماتي فقدرت فإنه يدنيه من أجله قادر وساتي سليهيس ويقربه من آخرته خرى آخراتي أجده هيسد باتين أمنان آخر الدهان لأمة الإسلام وخيركم من طال عمره وحسن عمله جعلان نما نما أمر ديرته قاري دلك وشركم من طال عمره وسا عمله همان نما نما أمر ديرته بدي دلك فرشورت زنارت ظلميرت نما ولد درورت خنمجرات شري ملي خيري تقلافان سات الرائبا إنه ما بين يثاب الإنسان على الطاعة إلمنا ما غاري دلب ويرد سوابه فر والإحسان يو غاري دلب ربي سوابه سيف كتب
مريكا ربي سيف كتب ويعاقب على الإساءة والعصيان نكتا تما بدير رت زنار رت فرشور رنول اندرو رت اكرا مافور رت نكتا تما إلا يقال فلان أدمات خانقاري دلقى السوابي فمي خانم تو دلقى كتا تما أجن بودا أبلو أبلو دو إبر جان جشور مت الإسلام وما أقرب الحياة من الممات ما تكون الجيو حردو آدهيس وكل ما هو آت آت والناس ديهم دنو نفتهنو وتستقبلون عملا عاما أمتخنا أفهم بها كيبلا لا تدرون أن تستكملون أم لا أمتخنا كون في دونو سنبكم أمتخنا كيبلا أمة الإسلام خدب رخيصة مو بديد لين راتو بنا خنا أبقى هجو أديت أكا ورقا أديت غاريها خيصا مزقبن أمة الإسلام أما تدفو إيقو ربي على مبه فلنحاسب أنفسنا ماذا عملنا في العامل أما تدبر خيصا مالد لين ميها بللالو فإن كان خيرا حمدنا الله يو غاريها دلين تاج ربي فدلت ذلجل وأتبعناه بالخير غاري فان الروح وإن كان شرا يو همتم كدبر سلطات تبنا إلى الله من هم توصل الراتو بنين واستدركنا واتزدركنا بقية أيامنا ويانوها في من خيصة تدق بنين قبل فواتها أصول سنين دبر اندرت قال ميمون بن محران لا خير في الحياة أبو خيرين هندر تجرو خيصة إلا التائب إنما توبة يوتات ملا خير وهندر تجرو تنخيصة أو رجل يعمل في الدرجات غربا آخر ساتي الدرجة الدرجة يوتا تمني يعني أن التائب يمحو بالتوبة نمتج الدليسة ترى توبة في الرات الدليسة يوتا تمني ما سلف وان دبر عن السيئات همتوها في الرات يوتا تمني والعمل دلقى غاري دلقى يجتهد في علو الدرجات درجة غر الريخن تراقة يوتا تمني جرون تنخيص التيرين هنجر توجي ومن عداهما فهو خاسر خنم ليخ جروهم غوا كما قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن ما هم غوا خسرا خيسجر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خنم ليخ ربي قلته فأقسم الله تعالى بالعصر هو الذي هو الزمان الذي يعيش فيها الإنسان زمن علمنا ما خيس الجرات أن كل إنسان خاسر نمنهم ديهم قوالا إلا من اتصف بهذه الأوصاف نما صفتنا وصف ملء أربعة الإيمان والعمل الصالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب تأمنوا داري دلقوا حقا داموا إردت أرسوخنا يوتات ملين فهذه سورة العظيمة ميزان للأعمال يوذن المؤمن بها نفسه هني ميزان علمنا ما دلقى سائد ميزان يجورا فيبين له إسافة دنباتي ترفي ساتي في خسارة هم قول اللي دلقى قناة الميزان ولهذا قال إمام الشافعي رحمه الله لو فكر الناس كل علو علمنا ما دلل له فيها آياتك نخيست لقفتهم بسان الكيس سورة العصر قال بعضهم كان الصديقون يستحيون من الله أن يكون اليوم على مثل حالهم بالأمس ورق القدام دبرا قيان الرامك أنفتا قيان نفع قيان اتئان يوغاري إذا أتنيهم جرات إراق أنفتني أرر ربور خير إذا أجهده من ملي بهم دائما ورد برنقام فتنين يشير إلى أنهم لا يرضون كل يوم إلا بالزيادة زيادة إذا أجم لهم جالة من عمل الخير دلقى خير ويستحيون نقام فتن من عدم الزيادة زيادة إذا أجم باتن نقام فتن ويعدون ذلك خسرانا يطلت برهن دان أرر وأنقر خسارتي يا دني فالمؤمن لا يزداد بطول عمره إلا خيرا مؤمن نقارا قيا أرى رب خير إذا أجون
إسافر ذات خير مليجو ومن كان كذلك فالحياة خير له من الممات نمني عرر رب وطلت إذا أسلقا إذا آدمو قاريد لقادمو يوجرات إرجالا وفي دعاء النبي الكريم اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر يا ربي جعل الحياة زيادة يا ربي جراجوتنا زيادة نافولي خيري خيستي يو أمو خرين خيري ندانتا تراحا فبافنا نافول همتو راهي جاجتونا أمة الإسلام خنافو أمة الإسلام أررر برطلتو إداتو أمنا برور إفتان زيادة إداتو أمنا مالي إفبود ديمو هنقم نور إسرينجا أمة الإسلام عباد الله واكثروا من التوبة والاستغفار وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه وقد أمركم بذلك في محكم كتاب قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم على الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر دينك يا رب وكتابك وسنة نبيك واجعل كلمتك يا العليا إلى يوم الدين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا كلنا ولا تكن علينا اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.